منجم عمل فحوصات مكناسي هو تشوفوا لنا حل في اقرب وقت. شنو عام كامل واحنا نستنوا تسويف سوف وقتاش باش نبقوا نستنوا؟ لذا احنا راه باش نصرفوا من خيخنا، من خيخ معناتها نتاع انسان محبط، انسان عاطل العمل، انسان يزمو الشغل، هذا هو. سياسه التسويف نتاع الوزاره اللي تبعوا فيها اخر جلسه معاهم في الوزاره محضور مدير عام الطاقه والمناجم وجزء مدير عام عامين من وزاره الطاقه. احنا عندنا عام معناها في بطاله قصريه، معناها موجودين في بطاله قصريه تعذر عليهم اسباب وتعليات كل مشروع فصات موجود، الماتريال موجود، صفقات عموميه كل حاضره باش، علاش ما يطلبوناش؟ اليوم باش نحكي على الاتفاقيه نتاع الوزيره، هي كانت واحد اول رمضان واحد ابريل فهمني وعدتنا انه باش يصير الانتداب نتاعنا بصفه رسميه مع مدير السي بيشي شلغوم فهمني، اليوم 11 في شهر ولا 12 ولا 13 في شهر وما صار حتى شيء، وعود زايفه هكاك ما فما حتى شيء. تعبنا 158 عائله، اليوم عندنا 9 شهور بطاله فهمني، اليوم معناها سوق الاسبوعيه ما عندناش حتى ابسط واحد عن 5000 فرنك باش تجيب حتى طرف غله صغار ولا طرف خضره ولا طرف ما عرف شنو معناها. تعبنا هذه كمان اليوم باش هاي محجوزه نتاع ناس تخدم ارواحها حاجزينها معناها من جرد ما كناش شكون يتكلم شكون معناها يتلفت لنا شكون لا سلطه لا حد شيء. نجم فصلات المكناسي يطبق اخويا، عندهم يحبوا يحلوه ما حاجتهمش باش يحلوه، خدموه 850 عائله ناجحه في المناظره،